بينا ننتقل مع بعض إلى فقرتنا التالية. تبدأ منظمة أمال اليوم أول يوم للتوعية بنقص السمع ضمن حملة 30 يوم للتوعية بنقص السمع بمناسبة اليوم العالمي للسمع الذي أقرته منظمة الصحة العالمية منذ عام 2007، وذلك انطلاقا من شيوع هذه المشكلة محليا وعالميا وما يسبب نقص السمع من اضطرابات لغة وتواصل وتأخر معرفي أيضا. وقد يهمل الأهل في سنين الطفولة المبكرة موضوع نقص السمع. رح نحكي عن الحملة، رح نحكي هل 30 يوم شو بيتضمن، مين هي الشرائح المستهدفة، الأهل كيف نحن فينا نواجههم ونحكيهم ونوعيهم بمشكلة نقص السمع ضمن 30 يوم وضمن الحملة. بسمنا نرحب بالدكتورة وفاء حسين، اختصاصي متقدم في تقويم الكلام واللغه في المنظمه السوريه للاشخاص ذوي الاعاقه امال. اهلا وسهلا فيك دكتوره. وايضا بدي رحب بالمدام لميس شاهين، اهلا وسهلا، مديره المركز التربوي للاعاقه السمعيه في المنظمه السوريه للاشخاص ذوي الاعاقه امال. صباح الخير دكتوره، واهلا وسهلا فيك مدام. صباح النور، اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. بالبدايه اكيد حنبدا معك ونتعرف اكثر عن الحمله، حمله 30 يوم مثل ما عرفنا هي توعية صحة السمع للجميع هاي السنة. خلينا نحكي عن أهدافها ونتعرف أكثر. بشكل أساسي انطلقت هاي الحملة للاحتفال باليوم العالمي للسمع. هذا اليوم بيتم الاحتفال فيه سنويا بثلاثة آذار. بدأت الحملة ب 23 شباط وتستمر شهر تحت عنوان 30 يوم للتوعية بنقص السمع. أطلقت منظمة الصحة العالمية هذا اليوم من 2007، وبيتم خلال هذا اليوم بكل سنة إطلاق حملات توعية بكل ما يتعلق بالحفاظ على صحة الأذن وكل ما يتعلق بمعلومات نقص السمع. أمال خلال هاي الحملة عم تنطلق من الشعار اللي أطلقته منظمة الصحة العالمية هذا العام واللي هو رعاية السمع للجميع. بشكل أساسي في مجموعة فعاليات عم بتقوم فيها خلال هاي الحملة، بدءا بتقديم معلومات بكل ما يتعلق بأسباب نقص السمع والوقاية من نقص السمع والكشف المبكر والتدخل وصولا إلى الدمج بمناحي الحياة للأشخاص اللي عندهم نقص سمع أو إعاقة سمعية. نعم. رح يكون هاي التوعية بشكل أساسي من خلالكم من المقابلات الإذاعية والتلفزيونية. حيكون في توعية بوسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك والإنستغرام وتويتر. حيكون في بث مباشر من خلال الفيسبوك للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التخصصية بكل ما يتعلق بموضوع نقص السمع. بنهاية الحملة نحن حيكون في عنا إطلاق معرض، هذا المعرض من أعمال أطفال آمال، أطفال السمعية وأطفال التوحد. حيكون هذا المعرض ب2 نيسان وهو باليوم العالمي للتوحد. بنهاية حملتنا حيضوي على إمكانيات هدول الأطفال وعلى قدراتهم وهذا الجانب اللي ممكن أنه يشتغلوا ويأبدعوا فيه، بكون للتوعية بشكل أساسي ونضوي على إمكانياتهم وقدراتهم. حيكون في عنا قصص نجاح وهي لها دور كتير كبير ومحفز بالمجتمع بشكل عام للحالات اللي كان عندها نقص سمع وتم التدخل المبكر معها وكيف وصلت لمرحلة الدمج بالمجتمع ومناحي الحياة بشكل عام. نعم، يعني رح يكون في ضمن 30 يوم نشاطات كتيرة، ولكن خلينا نبدأ نرجع عند دكتورة وفاء. صباح الخير دكتورة. يسعد صباحك. صباح. يعني كثير من الأهل يمكن ما بينتبهوا لنقص السمع عند الأطفال. صح. نقص السمع في الطفولة المبكرة، خلينا نحكي عن هذا المصطلح، شو هي الأعراض؟ يمكن بيفكروا أنه هنن عندهم صعوبة بالنطق، ولكن نحن بنهمل السمع دائما. خلينا نحكي عن بأي عمر نحن بنلاحظ أنه الطفل هو ما عنده سمع صحيح ولوين لازم نتجه. تمام. هلا قبل ما بلش بانه بأي عمر، خليني اوضح شو هو نقص السمع. أوكي. مبدئيا السمع، لنوضح نقص السمع حلو نبلش بالسمع. السمع هي قدرتنا على التقاط الاصوات والانتباه لها، وخاصه الاصوات اللغويه اللي نحن رح نخزنها ونستخدمها لاحقا.
هاي القدره بتبلش من بتبلش قدره ضعيفه وقدره متوسطه وقدره عاليه. نحن لانه موضوع ضعيف ومتوسط وعالي هي مواضيع موضوعيه، هي اشياء احكام موضوعيه، نحن بنقيس نقص السمع بديسيبل بشدات معينه. يعني في ناس بتسمع على 5 ديسيبل، في ناس بتسمع على 10 ديسيبل، في ناس بتسمع على 20، في ناس ما بتسمع على 60. قدرتنا نحن كناس عاديين انه نسمع على 20 ديسيبل. اذا صرنا ما عاد قادرين نسمع على 20 ديسيبل، نزلنا اتجاه ال 25، صار عندنا نقص سمع بسيط او خفيف. هذا النقص السمع غير مرئي، غير واضح، يعني ممكن الانسان يكون عم بيعاني منه بس مو عارف. وهذا مجرد نحن ما صار في عندنا خلل بهذا النقص السمع رح ياثر على فعلا شو بنأدي. قد نعمل عمليات ترميم اصلاح، قد نعمل على انه انا بسمع الفكره بكملها، بسمع الكلمه بكملها، بعمل بصغي بانتباه على الشفايف كثير، بخبي هذا النوع من انواع نقص السمع. بس النقص السمع الاكبر ما فينا نخبيه، يعني اذا كان فرضا الاطفال عندي نقص سمع بسيط بيقدروا يخبوه. بتتفاجئ انه في طفل بيعمل عمليات ترميم، بيعمل عمليات بذكاء، بانتباه على الاصوات، بيكمل بيقرا شفايف، بيقرا لغه الجسد. صعب الكشف عن جدا جدا جدا، وهي من الاشياء اللي فعلا بدها وعي وبدها انتباه وبدها ملاحظه دقيقه. ورغم انه الملاحظه هو امر نحن بنحترمه وبنقدره، بس بتضل الاختبارات الرسميه اللي هي المسح السمعي وتخطيط السمع هي اساس كل شيء. اكيد اساس كل شيء، واهم شيء عند الولاده. واذا تمام. الام في عندهم بالعائله قصه وراثيه، اهم المسح السمعي فورا لازم يكون عند الولاده. خلينا نرجع ونحكي، هذيك السنه تم التاهيل السمعي ل 125 طفل عندكم، خرجتوا منهم 10 صاروا مؤهلين تربويا تعليميا للدمج بالمدارس. خلينا نحكي عن هذا العام الحالي، كم طفل استقبلتوا؟ بشكل عام بالنسبة للتدخل مع الأطفال اللي عندهم نقص سمع واللي وضعوا المعينات السمعية بعمر مبكر والسماعات أو الحلزون، بيبدأوا مشوارهم التأهيلي بداية بالتأهيل السمعي وتأهيل الكلام واللغة بشكل فردي. بيأتي دور المركز التربوي اللي هو عبارة عن حلقة الوصل بين التعليم الفردي والتأهيل السمعي والكلام واللغة، لنجهز الطفل ونهيئه للدمج سواء برياض الأطفال أو بالمدارس، فهو حلقة الوصل ليقدم لهم بهاي المرحلة اللي هي مرحلة كتير مهمة وأساسية، هي المرحلة النمائية، يدعم جوانب النمو كافة. يعني نشتغل على جوانب المعرفية والجوانب اللغوية والاجتماعية والأكاديمية والحركية وإلى آخره. فانطلاقا من أهمية هاي المرحلة بيكون هاي دور المركز التربوي بتأهيلهم، لأنه عم نجهز الطفل للدمج فهو حقه مثل أنه يحصل على الخدمات اللي بيتلقاها أقرانهم، خلينا نقول السامعين أو اللي ما عندهم مشكلة بنقص السمع، لأنه نحن عم نجهزهم بالنهاية للدمج ويكونوا فاعلين وياخذوا دورهم بالمدارس. حاليا في عنا بالمركز حوالي 111 طفل عم بيتم تهيئتهم بمستويات مختلفة الصعوبة، بتوازي توزيعهم بفئات ما يوجد برياض الأطفال، بيتم دعمهم والتركيز بشكل أكبر على طريقة تقديم المعلومة، تكييفات المنهاج اللي يقدم لهدول الأطفال. المنهاج الذي يقدم برياض الأطفال له تكييفات خاص لأطفالنا، وبالإضافة إلى أنه بتتقدم لهم خدمات المتعلقة بالنفس الحركي إذا كان في عند الطفل صعوبات معينة بحاجة للتقييم والإدراج بهاي الخدمة. والخدمة الأساسية اللي هي مرافقة العمل عنا بالمركز خدمة تأهيل الكلام واللغة، لأنه مثل ما بنعرف نحن وجد نقص السمع فأول ما تأثر عنا الكلام واللغة والتواصل، وبينعكس على اكتساب اللغة، بينعكس بشكل أساسي على التعلم الأكاديمي. فبيتم دعمه بالمركز وبيتم دعمه بشكل فردي من خلال مركز النطق الموجود من المنظمة. نعم، رح نتعمق كتير بأعمال المركز وبالحملات يلي رح تكون فيها، ولكن خليني أرجع عند دكتورة وفاء نحكي بنقطة كتير مهمة. عند الكشف على نقص السمع عند الأطفال، هل هي الحالة هي بتتعالج أو لبعدين هي إذا ما عالجناها ممكن تزيد؟ وأيمت نحن فينا نصنف الأولاد أنه خلص هن عندهم إعاقة سمعية ما بتتعالج أبدا؟ هلأ نحن رح ننطلق من أهمية الكشف المبكر. أوكي. لأنه نحن السمع عندنا يعني لغة، الطفل سمع الأصوات اللغوية خزنها وحكاها، ما سمعها ما خزنها بالتالي ما حكاها. فإذا الموضوع هذا له علاقة باللغة، اللغة اللي هي وسيلته للتواصل، هي وسيلته للتعلم، هي وسيلته للتعبير عن حاجاته ورغباته. عالميا بيصير في مسح سمعي للمواليد الحديثين،
من اول اسبوع لاول شهر بعد الولاده. نحن عم نسعى لانه نعمل هالموضوع هذا بسوريا ويكون شيء روتيني من اول ما يخلق الطفل، تماما، لانه هاي التدبير اذا عملنا مسح سمعي واكتشفنا موضوع نقص السمع من الولاده، الحمد لله العلم تطور وصار في تقنيات واجراءات ووسائل بتخلينا حسب شده نقص السمع نستخدم الوسيله المناسبه، سواء كانت سماعات ذات تكبير عالي او بسيط، او سواء اجهزه ذات تكبير عالي جدا جدا، او سواء حلزون، زراعه الحلزون واللي هي بتنبه العصب السمعي مباشره، يعني بنستخدم هاي الحالات اللي فيها صمم الى حد ما او بقايا سمعيه بسيطه جدا. عندنا خيارات، عندنا السماعات، السماعات اللي هي شداتها مختلفه، وعندنا خيار الحلزون اللي هي للاشخاص اللي عندهم الاعاقه السمعيه عاليه جدا، 70 ديسيبل فما فوق ما بيسمعوا، يعني بيسمعوا اصوات عاليه جدا مثل اصوات السيارات. اما الاصوات اللي عم نحكيها نحن الى علاقه بالكلام فهن ما بيسمعوها. هلا خليني احكي عن معتقد شائع بس هو خاطئ، انه انا عندي طفل نقص سمع انا ركبت له سماعه فاذا هو صار رح يحكي. لا، في ثغرة بين هاي الفكرة المفهومين، انه انا لا مجرد ما حطيت السماعة ما رح احكي، لانه هو رح يرجع مثل ما طفل صغير عم بيسمع على الاصوات اللي عم بيسمعها غير ذات دلالة بالنسبة له، ما انا مرمزة ما بتعني ولا اي معنى. وهون بيجي دور اخصائي اللغة والكلام، بيشوف بيعمل التقييم المناسب، بيعمل نتأكد بالتعاون مع فريق الاستقصاء السمعي هل انه فعلا المعين السمعي مناسب لهذا الطفل، نيجي منقيم اللغة ومنقارنه بعمره هل هو مكتسب بما يناسب عمره أو لا. بيضل عندنا الفكرة الأساسية اللي هو التأهيل السمعي بحد ذاته، أنا هذا الطفل صار يسمع بس مو عارف شو بده يسمع، هاي الأصوات المثيرات اللي عم نسمعها حاليا هو ممكن يسمعها بس ما بيعرف على شو تعزم، يعني بيدور على مصدر الصوت ما بيعرف وينه. بيجي نحن منصير منعلمه انه هذا اسمه صوت، هذا هو بيتميز عن حالة الهدوء والسكون، هاي كل الأصوات بتختلف عن بعضها، بتختلف بشدتها، بتختلف بسرعتها، بتختلف بقصرة وطولها، وانت لازم تميز بين هالأصوات وتعرف عليها، نمشي معه خطوة وخطوة لحد ما يصير قادر انه يحدد صوت ما عن صوت آخر. هاي بالنسبة للأصوات البيئية، يعني نقص السمع إلى علاج معنى حسب شدة، حسب المشكلة، حسب بس كأنه سمعت إنه مشكلة العصب السمعي عندكم كمان عم تدبروها، يعني عم تعملوا لها تدبير مع إنه هي أصعب مشكلة بالسمع بيعاني ممكن منها الطفل. خلينا نرجع لعندك ونتعرف أهمية تأهيل كوادر تربوية وعلمية للكشف المبكر عن نقص السمع عند الأطفال. خلينا نحكي عن فريق منظمة آمال، أنتوا كفريق روح العمل الجماعي عندكم، كيف بيتم التعاون بيناتكم؟ وكمان وين أنتوا موجودين؟ وين بتقدموا خدماتكم لنقص السمع لكل حد عم يتابعنا وعنده مشكلة طفله بسمع مشان يتوجه فورا لعندكم؟ تمام. هلق نبدأ يمكن من بداية سؤالك. الكشف المبكر دائما أنا بحكي أنه لا يعني التدخل المبكر، قد الأسرة تكتشف أنه في عنا نقص سمع بس نتأخر بوضع المعين السمعي. هدول الأطفال اللي نحن استطعنا أنه نعمل لهم الكشف المبكر ونحدد نسبة نقص السمع ونأمن المعين السمعي، سواء أنه لجأ الطفل لزراعة حلزون أو حتى السماعة مثل ما تفضلت الدكتورة، أنه هي تبدأ نقطة البداية ومشوار التأهيل الطويل لهاي الطفل. فمجرد ما أنه الطفل حتى المعين السمعي ودخلنا بعمر كتير بكير اللي لازم يكون بالسنوات الأولى وهي سنوات الحرجة لاكتساب اللغة تحت 3 سنوات، فهذا الطفل يبدأ مشواره عنا بأمال بدءا من لما بيعمل المسح السمعي، بعدين بيتم التدخل بالمعينات السمعية، بياخذ التأهيل السمعي وتأهيل الكلام واللغة مرحلة معينة ليصير قادر على أنه يتواصل بشكل جماعي، بينتقل للمركز التربوي. هذا المركز هو مثل ما حكينا هو فترة ما مرحلة ما قبل المدرسة، بيتقدم الخبرات المعرفية واللغوية والأكاديمية وإلى آخره. بالتوازي مع خدمات المركز بيخضعوا لجلسات تأهيل الكلام واللغة. هلق تأهيل الكوادر بشكل تربوي كتير أساسي، لأنه نحن عم نعد هذه الفئة للدمج بالمدرسة، لنعده بالدمج فهو كتير بده دعم هذا الطفل هو وأسرته بمشواره التأهيلي بالمركز، لأنه مرحلة تهيئة الدمج هي الأساس لأنه نكون جاهز بعد شوي ليندمج بشكل صح بالمدرسة. حتى في عنا بالمركز هي ما يسمى بالصف الأول التحضيري، أيضا هي مرحلة تمهيدية بين التعليم الخاص اللي مرتبط بتعليمه للتواصل للطفل واللغة بالمركز بشكل أساسي، وبين التعليم الأكاديمي المرتبط باللغة الفصحى اللي الطفل بده يصير
تدريجيا ينتقل لهذا الخيار بالتعلم، هو الأساس للتعلم الأكاديمي. ففي عندنا فكرة الصف الأول التحضيري اللي هو يوازي الصف الأول النظامي بالمدارس العادية، لكن هي مرحلة تمهيدية ندعمه فيها لا ينتقل للدمج سواء طلع صف أول أو ثاني بالمدرسة. هلأ عمل الفريق أساسي، نبدأ مع الطفل من الأسرة انطلاقا للمعلم الصف اللي عم يشتغل، اختصاصي التربية الخاصة اللي عم بشكل أساسي عم بيقيم ويوقف على الصعوبات وعلى كل ما يتعلق بتطور هاي الطفل، اختصاصي النفسي حركي اللي له دور كتير كبير إذا كان في عنا صعوبات بجوانب كتير، وأكيد بلقاءات تاني حيضو على الجوانب اللي بيتم التدخل من خلالها. فهذا الفريق كله بيجتمع على خطة تأهيله لهاي الطفل بالمرحلة. مشواره بالمركز عنا بيستمر ممكن من سنتين للأربع سنوات، بيختلفوا الأطفال طبعا بتطورهم. أطفال نقص السمع في مجموعة كتير كبيرة من العوامل اللي بتحكم تأثير الإعاقة السمعية عليهم، لهيك بنلاقي في كتير اختلاف بتطورهم، شو قدرات ذكاء هاي الطفل، إمت وضع المعين السمعي، إمت تم التدخل، قد هاي الأسرة داعمة إذا كانت الأسرة عم تستخدم بديل لغة الإشارة أو التواصل بالكلام. فكل هاي العوامل بتخلي الطفل الأطفال يفرقوا عن بعضهم بمستوى التطور. لهيك دائما بنبعد عن المقارنة الأطفال ببعضهم عنا بالمركز، دائما بنقارن الطفل كيف بيكون وكيف بيصير لنوصله لمرحلة يكون جاهز لأنه يستخدم الكلام والتواصل والدمج لاحقا بالمدرسة. بس المركز وين موجود؟ وين عم تكون منظمة المركز؟ موجود بمنظمة آمال، هي فيها البرامج التربوية الشغالة على الأرض، هي مركز الكلام واللغة ومركز السمعية أو المركز التربوي للإعاقة السمعية ومركز التوحد، بالإضافة لخدمات المسح السمعي والعيادة الأذنية موجود بآمال، والتقييم النمائي أو ضمن قسم الكشف والتشخيص. نعم، يعني نحن بدنا نشكركم اكيد وناطرين بحلقات جايه ضمن 30 يوم حمله التوعيه. نحن وانتم شركاء يمكن دائمين بحملات التوعيه وخاصه لنقص السمع لحتى نحمي اطفالنا ونكون اكثر وعي على المشاكل يلي هي بتصيب الاولاد وما بنحس عليها. بدنا نشكركم كثير، شكرا مو بس لكم لكل الفريق يلي عم يبذل جهود كثير كبيره. شكرا لكم كثير. شكرا لكم. يعطيكم ألف عافية على الجهود الكتير كبيرة وعلى تسليط الضوء على مشكلة كتير حقيقية، وشكرا لكم ونشوفكم بحلقات قادمة أكيد. شكرا إن شاء الله. شكرا. شكرا. أهلا.